مرحبا طلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الياء. هذا هو حرف الياء، انظروا إليه جيدا. هكذا إذن يكون شكل حرف الياء. الآن سوف أقوم بقراءة بعض الكلمات التي يوجد فيها حرف الياء. أريد منك عزيزي الطالب أن تكون طالباً متعلماً ومفكراً ومتأملاً إلى هذه الكلمات. ي يد ي يد ع عين ع عين. إذن يد حرف الياء في أول الكلمة وعين في وسط الكلمة. انظروا أصدقائي إلى هذه الصورة، إنها صورة يقطين. ي يقطين. إذن هذه صورة اليقطين. الآن هذه الكلمات مثل كلمة ي يمامة. هذه كلمة يمامة، حرف الياء في أول الكلمة. كلمة يد هنا حرف الياء أيضا في أول الكلمة. وكلمة يقطين، انظروا إلى حرف الياء، يوجد حرف ياء في أول الكلمة ويوجد أيضا حرف ياء في وسط الكلمة. هنا أصدقائي سوف تقومون بكتابة حرف الياء عن طريق تتبع النقاط، ومن ثم سوف تقومون بتلوين اليد. أريد منكم أن تلونوها داخل الخط. يوجد أيضا يدي الكثير من أوراق العمل لحرف الياء. أريد منكم هنا أن تلونوا فقط حرف الياء وأن تلونوا اليد. وأريد منكم أن تعرفوا أن لدينا يدين، يد يسار ويد يمين. هذا ما سوف نأخذه أيضا في وحدة من نحن. وسوف أقوم أيضا بقراءة القصص الجميلة عن حرف الياء، وسوف تقومون أنتم بسرد هذه القصص بطريقتكم الخاصة حتى تكونوا طلاباً متواصلين ومنفتحين ومتعلمين وأيضاً مفكرين. تأمل عزيزي الطالب، ماذا يوجد كلمات هنا في هذه الصورة تحتوي على حرف الياء؟ انظر إلى صورة التين، تين، ت، تين. وانظر جيدا إلى صورة الديك، الديك. إذن يوجد كلمات هنا فيها حرف الياء. سوف نقوم بقراءة هذه القصص الجميلة في أسبوع حرف الياء. إذن هذا كل ما لدينا عن حرف الياء. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء في حرف جديد. شكرا لكم.